السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم في كنوز القرآن. يقول عز وجل في سورة هود مخاطبا نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الأمر في الآية لنوح عليه السلام لصناعة سفينة تحميه ومن معه من المؤمنين وزوجين اثنين من جميع الكائنات الحية لحمايتهم من الطوفان العظيم، هذا الطوفان الذي توعد الله به المشركين بعدما كثر شرهم وفسادهم. سخر قوم نوح منه عندما رأوه يصنعها في اليابسة، لكن الله قد أوحى إليه أنه مصيبهم الطوفان، وستكون هذه السفينة منجاة له ولمن آمن معه وحفاظا على الحياة من الانقراض. رست تلك السفينة كما يجمع الباحثون في قمة جبل آرارات، وهو أعلى قمة جبلية بتركيا مغطاة بالجليد الذي تراكم على الجبل بمرور الزمن. السؤال: كم عدد طوابق سفينة نوح وكيف توزعت بها الكائنات؟ ننتظر إجاباتكم، والمحظوظ سيفوز معنا بجائزة مقدارها 30,000 ريال.